خلوني اقول لحضراتكم انه مصر كلها بتتكلم على العفو الرئاسي اللي اطلقه السيد الرئيس في القرار الجمهوري بالعفو عن 203 من بعض الشباب اللي صادر بحقهم احكام قضائيه نهائيه في قضايا تجمهر وتظاهر، وحتى ضمن هذا القرار في خمس اشخاص من المعفى عنهم هيعفى عنهم لأسباب صحية. القرار ده احنا مستنيين توقيت التنفيذ، لأنه في نهاية الأمر الحديث بدأ عن القائمة الثالثة، واللي كمان في حديث عن ان هي هتكون على مدى قريب جدا. خلوني طيب أسأل يعني حوالين القائمة وإيه المعيار اللي تم الاختيار بناء عليه لعضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي الأستاذ طارق الخولي. أستاذ طارق، بعد مساء الخير، خلينا نقول مبروك للجهد للمرة الثانية وعقبال المرة الثالثة. عايزة أعرف من حضرتك إيه المعايير اللي بناء عليها تم اختيار ال 203 أو 203 ناقص 5؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. يمكن احنا يعني دي طبعا القايمة الثانية بتحتوي 203 من الشباب اللي واخدين احكام بتة نهائية. كان عندنا قايمة اولى بتحتوي 82 من الشباب ايضا اللي حاصلين على احكام بتة نهائية. المعايير هي معيارين رئيسيين اتطبقوا على القائمة الاولى واتطبقوا على القائمة الثانية، وحتى هيطبق على القائمة الثالثة اللي احنا بصدد عملها. المعيار الأول هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، المعيار الثاني هو عدم ارتكاب أعمال عنف. دول المعيارين الرئيسيين اللي احنا بنطبقهم على كل الحالات الواردة لينا. أي حالة بينطبق عليها المعيارين بنضعها فورا على قوائم العفو المرسلة لمؤسسة الرئاسة. أي حد فقد إحدى هاتين المعيارين أو الشرطين بيتم استبعاده فورا. ومن ضمن الجماعات الإرهابية بالتأكيد جماعة الإرهاب جماعة إخوان المحظورة. تمام. يعني في الدفعة الثانية دي في خمسة عفو صحي وهم ليسوا من الشباب، إيه الظروف وإيه الخمسة دول؟ الخمسة دول في نفس قضايا للتظاهر، ويمكن حالتهم الصحية سيئة جدا، لكن ده لا يمنع ان هم بينطبق عليهم المعايير. تمام. أيضا لكن الحالة الصحية كانت بتدي أولوية في وضع اسمهم على القوائم، لأن احنا دايما بندي للحالات الصحية أولوية في وضع أسمائهم، إضافة لأولوية للطلبة كمان. ده من ضمن أولوياتنا دايما إن احنا بنضع أسماء الطلبة، لأنه ده حرصا على مستقبلهم وحرصا على عودتهم مرة أخرى لدراستهم ولجامعتهم، عشان يقدروا إن هم يعني يلحقوا ما فاتهم. وده ضمن جزء ضمن كمان منظورنا لما رفعناه لمؤسسة الرئاسة حول توصية متعلقة بالاندماج المجتمعي للشباب المفرج عنهم. والاندماج المجتمعي هنا مقصود به انه شباب الجامعات اللي فصل من جامعته يعود لجامعته مرة اخرى، اللي فقد عمله يعود لعمله او لعمل اخر مناسب، لانه ده يمنع وجود اي حالة من حالات الاحباط بالنسبة لهم، اضافة لده انهم يندمجوا مرة اخرى في المجتمع ونبعد عنهم اي يعني اطراف قد تستغل احباطهم. انتوا خدتوا وعد باللي حضرتك تفضلت بيه، انه يعني اللي كان في عمل يرجع لعمله، اللي كان في دراسه يرجع لدراسته، يعني خدتوا وعد بتنفيذ ده؟ التوصيه دي السيد رئيس الجمهوريه وافق عليها ووجه الحكومه لتنفيذها. حصل اجتماع لمجموعه وزاريه مصغره كانت بحضور السيد وزير الشباب ووزير التضامن الاجتماعي ووزيري التعليم والتعليم العالي، وبالفعل بداوا جلسه نقاشيه حوالين آليات المطلوبة لإمكانيات الدمج المجتمعي مرة أخرى. في اعتقادي أن خلال الفترة الجاية يكون في اجتماعات أخرى لاستكمال وضع الآليات المناسبة. ده مهم جدا. لأنه الآليات دي مرتبطة كمان بلوائح داخلية للجامعات وبقوانين حتى الوظائف. الحقيقة يعني أحد المفرج عنهم في القائمة الأولى ما قدرش يرجع وظيفته مع أنها وظيفة حكومية. صحيح. وهو طيب. ده المقصود بقى باللي احنا بنعمله. طيب التوصيه اللي احنا قلنا عليها. تمام. اخيرا عايزه اسمع من حضرتك، هو تم الافراج فعلا ولا ايه التوقيت اللي هيتم فيه الافراج الواقعي؟ ده تم الافراج فعلا وخرجوا النهارده من امام سجن صوره الحمد لله. من 25 دقيقه 30 دقيقه؟ لا، يمكن لا من وقت اكتر من كده، من حوالي يمكن 3 4 ساعات.
تمام، خرجوا بالفعل. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، وبقول لكل اللي تم الإفراج عنهم أهلا بيكم في مجتمعنا، ويا رب نقدر مرة أخرى نمسح لبعض أي وجع علشان بلدنا محتاجانا كلنا.